بكم في قناة الشفق شكو إبراهيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم رواية ديال الكفتة لرمضان إن شاء الله. غادي خصنا 600 غرام ديال اللحم مفروم، وانتم ديروا كيلو ديروا نص كيلو ديروا اللي بغيتوا ديروا، الإنسان كيدير على حساب. إلا بغيتوا تكثروا صوبوا هذا الشيء وديروا، نوريكم الطريقة باش ديروا في الكونجيلاتور ديالكم. اللحم عندنا بصلة كبيرة، عندنا فلفلة مقطوعة، عندنا زيتون حار، عندنا جوج فرماجات، الزبدة، القزبور، عندنا هنا الملحة، الكمون، عندنا سكنجبير، عندنا التحميرة التحميرة ما حراش، وعندنا التحميرة الحارة، وعندنا شوية ديال السوجة اختياري. هذا ما اللي بغى يزيدو يزيدو، اللي ما بغاش بلا ما يزيدو. غادي ناخد الكفتة ديالي غنديرها في الماكينه بحال هكا. بالمناسبه اللي بغى يشري هاد الماكينه راه زوينين، هاد مولينكس راه زوينه في الطحين، كطحن مزيان وصحاح، كتشد كتهز لكم تقريبا نص كيلو زياده كتخدم. كطحن اللحم دغيا، كطحن اللحم مزيان، كطحن مليح مزيان. زعما كدير ديروا فيها الكيمياء قل من هادشي اللي درت، ما ديروش الكيمياء بحال هكا. انا كثرتها مطحونه مزيان، خصنا نطحنوها مزيان. واحد المرسول الزبدة كنديرو هو أو البصلة، غادي نديهم فوق العافية. درنا هنا الزيت، درنا هنا الزبدة، الزبدة أو البصلة بوحدهم كيتشحرو، عاد نضيفو المواد الأخرى. الربيع ديالنا أو جوج فرماجات أو الحار، نضيفهم فوق هاد البصلة، نخلطو هاد شوية. كتشوفي كتجي ملي كنضيفو دوك جوج فرماجات، كتجي لاصوص ديالنا. كنضيفو الزيتون والفلفلة الحلوة، نخلطو الجميع ونخليهم حتى يطيبو شوية، عاد غنزيدو الكفتة ديالنا. الصوص ديالنا خصها تجي ناشفة، الحشوة ديالنا خصها تجي ناشفة، متجيش حشوة يكون فيها الماء. كتشوفو البصلة درناها كبيرة شوية باش تبان لي زانكريديون ديالنا، المجموع ديال اللي درنا في الكفتة خصو يبان في البريوة، متجيش داكشي مطحون. مديروش قدرة مطحونة ولا صغيرة بزاف، ديروها هكا، ديرو البصلة ديالكم شوية كبيرة باش ملي كتاكلي البريوة كيبان ليك جميع اللي فيها اشنو فيها. نخليوها الكفتة ديالنا هي، غادي نضيفوها كتلة واحدة، غادي ندخلوها الحشوة ديالنا.
تلاحظوا ان مازال ما درتش العطريه. انا الان غادي نزيد العطريه ديالي نقطه وحده. جميع العطريه ديالي ها هما كنديرهم خطره وحده. الحشوة ديالنا ها هي، غادي نخليوها تبرد، نخليوها تبرد. هانتوما كتشوفوا كلشي كيبان، البصل كيبان، الزيتون يبان، كلشي كيبان في الحشوة، خاصها تجي بحال هكا. غادي نخليوها تبرد عاد نعمروها في الورقة ونوريكم الطريقة باش تجمدوهم في المجمد. الورقة ديالي بحال هكا باش تجيني كناخد لاصوص كنكتر منها، لان كندير بريوه كبيره ندير هكا ونجيب الصوص ديالي عندي لهاد الجهه ونتني لهاد الجهه ونتني لهاد الجهه. وغادي ندخل هاد الورقه ديالي كنقطع ليها هاد الجنبات، غادي ندخلها نكوليها ندخلها تحت هكا، ندخلها بحال هكا وكنحطها هكا هكا تاتجي البريوة ديالي. الزيت ديالي كندهن الورقة مزيان، كناخد لاصوص ديالي بحال هكا. ديروهم نتوما صغار، اللي بغا غير دغمة وحدة ولا جوج دغمات يديرها. أنا هادي هكا عزاز عنا، لأن كل واحد كياخد البريوة كياكل منها مزيان كتكفيه. كندفعو لاصوص ديالي بحال هكا ونزيرو البريوة ديالنا هكا. ها هي البريوة موجودة، كان نقطعو شويه من هاد الشنب شويه من هاد الشنب، كنكوليو البريوة ديالنا. كندخل هاد الغلاقة هنا كنقلبها ونورك عليها بحال هكا. هانتوما الطريقة باش ديروا في المجمد ديالكم البريوات ديالكم والمسائل ديالكم. خطأ اللي كيقول لكم جمعوا البريوات ونشفوهم، خليوا البريوات ينشفوا ديال الحوت او ديال الدجاج او ديال الكفتة او ديال الفرماج، يقول لكم خليوهم حتى ينشفوا عاد ديروهم في البواطات. خطأ كلشي، دوك الطرق خطأ، صحيا خطأ، كلشي خطأ. كتاخذوا البريوات ديالكم اللي كتصوبوهم بحال هكا، ها هي البريوات ديالكم، كتحطوها في بلاستيك بحال هذا، كتطويوها بالشكل باش كتطويو البريوة ديالكم. ها هي هكا، ها نتوما كتشوفوا، ها البريوة ديالكم بلاستيك صاينة، ما يدخلها لا ريحة، ما يطرى ليها حتى حاجة. حتى هذا البلاستيك دوك كتجمع لكم الوقود، جمع لكم لاصوص باش تجي كتلة واحدة. النهار تبغيو طيبوا البريوة ديالكم كتخرجوهم من الكونجيلاتور، كنجيبوا اون بواط ايرميتيك بحال هذا الشيء، كتكون عندها جلدة جلدة جلدة، هذه جلدة ما كتدخلش ما كتخرجش. كتستفوا فيها البواطات، فيهم الكبار في هذوك البواطات، فيهم الصغار. كتستفوا البريوات ديالكم بهذه الطريقه، ها نتوما هكا كتستفوهم في البواطه ديالكم بحال هكا. كتجيبوا بواطه كبيره اللي تصلح لكم، لان كل واحد والعائله ديالو تستفوا فيها البريوات ديالكم، تعمروها بالبريوات وتسدوها وكتجيكم رائعه. ها نتوما بلاستيك ان بلاستيك بحال هكا، كتقطعوا منها شرائط قد البريوات ديالكم، شرائط بحال هكا. انا شفت داك النهار واحد الفيديو، واحد السيده صوبات لي فوند بيتزا وجمعتهم، دارتهم تطابو، جمعتهم واحد فوق واحد ودخلتهم للكونجيلاتور، قالت للبنات والعيالات ديروهم دخلوهم للكونجيلاتور. خطا هذيك القضيه، غادي تخرجهم من الكونجيلاتور غادي يوليو كتله واحده، جمعتهم في بلاستيك هكاك، حطت بيتزا فوق بيتزا فوق بيتزا فوق اربعه د البيتزات ولا خمسه، اربعه د البيتزات وخمسه، جمعتهم في بلاستيك دخلتهم قالت لك الكونجيلاتور. ملي غادي تخرج هذيك البيتزا حرام عليا حتى تخرجهم كتله واحده، ولا تقطع الضو، غير تقطع الضو، نفرضوا تقطع الضو واحد الوقت اش غيطرى؟ اي حاجه غندخلوها للمجمد خصنا نديروها فين بلاستيك ولا نغلفوه ولا مهم، خصنا ما نديروهاش هكا. الا درناها بحال هكا كنخرجوها من يد الدار، يعني كتجينا زوينه هكا. ها هكا كنديروا الاسميتو ديالنا، ها هي في بلاستيك هكا. ها
هذا بلاستيك اليمونتير، بلاستيك اليمونتير صالح لهذا الشيء اللي غنديروا فيه. ما بغيناش نديروا في بلاستيك، هذا البلاستيك غنجيبوا بابي الومنيوم كنديروا فيه بهذه الطريقه، نفس الطريقه اللي وريتكم. كتسدوا فيها البريوه ديالكم بحال هكا، نفس الحكايه ونفس سميتو. كديروا فيها البريوات ديالكم بحال هكا، كديروهم في المجمد ديالكم. مهم كديروا بوطة كبيرة، حيت الا غديروا واحد 30 40 50 بياسة و 60 بياسة خصكم ديروا بواطات كبار، بواطات كبار. انا غير وريتكم الطريقة. هذا اللي كان هذا هو ديال بحال هذا البابي، هذا البلاستيك راه اليمونتير، بابي الومنيوم اليمونتير. اللي كيشك في هذا البلاستيك ما يبغاش يدير فيه ما يديرش فيه الا في بابي الومنيوم، لان عرفت غادي تكون دي شي وحده قال داك البلاستيك واش مزيان واش ما مزيان شي. كون كان ما مزيانش ما كانش اليمونتير ما نديرش فيه. هانتوما هكا راه هذه هي لا سيكوريتي ديال البريوه ديالكم، باش تبقى شد راسها وديروها في المجمد وتبقى المده اللي بغيتو وديروها في بواط ايرميتيك اللي كتسد مزيان، ما كيدخل لها في المثال لا هواء لا حتى حاجه. هذه دروك ماشي بحال البواطات الاخرين اللي كيتطرق، هادو مزيانين، هادو بلاستيك ما كتدخلش ما كتخرجش. نتمنى انني شرحت لكم، ونتمنى تكون الفكره عجبتكم. مرحبا بكم، هذه هي هادو هما البريوات ديال الكفته ديالنا موجودين، طيبتهم في الفران. هما كيجيو شويه في الفران ما كيجيوش داك اللون مقاد مذهبين، كيجيو بلاصه كتجي بلاصه طايبه بلاصه. المهم ما كتجيش داك اللون مذهب اللي بقاوهم يخرجوا ليه اللون مذهب واحد بحال البريوات ديال سميتو يطيبهم في الزيت، واني انا كنصحكم طيبوهم في الفران، راه كيجيو رائعين. نتمنى يعجبكم هاد القضيه ديال سميتو ديال البريوات، طبقوا الروسيت ديالها وغادي ان شاء الله تعجبكم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وراه الداد